الأهم بقى بالنسبة لنا، الأهم بالنسبة لنا احنا في مصر هنا، اللي حصل في كأس العالم ده أعتقد إدى دروس كبيرة جدا لكل الناس اللي بتفكر في منتخب مصر في كأس العالم. بعد سنين طويلة ونسخ كتيرة كان مجرد حلمنا ومجرد هدفنا إن احنا بس يا رب نوصل إن احنا نتأهل لكأس العالم، أعتقد إن العروض القوية اللي قدمتها الكاميرون بفوزها على البرازيل، اليابان بفوزها على منتخب ألمانيا، التونس بفوزها على فرنسا، السعودية بفوزها على الأرجنتين، وغيره 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 من النتائج بتقول إنه الفوارق ضاقت، الفوارق ضاقت. ووصول المنتخب المغربي الحقيقة يمكن يكون أهم مفاجأة للمربع الذهبي طبعا في البطولة دي، ممكن تكون أكبر وأهم مفاجأة في في كأس العالم. والحقيقة المغرب والسعودية وتونس قدموا عروض في منتهى القوة وشرفوا الكرة العربية والكرة الأفريقية، وحتى التوانسة يمكن كانت فرصهم وحظوظهم قريبة جدا من الوصول لولا الإخفاق أمام أستراليا، لكن الحقيقة قدموا مباراة كبيرة جدا قدام منتخب فرنسا. وفي كلتا الحالتين سواء كنت بتكلم على السعودية أو على تونس، الاثنين قدروا إن هم يكسبوا الفرقتين اللي وصلوا للمباراة النهائية. مفيش أدلة على كده الحقيقة. المغرب بمشوارها بتجاوز إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وكلهم الحقيقة من القوى العظمى، وكلهم الفوارق كبيرة جدا رقميا حسابيا، يعني مش فارق في الملعب على الإطلاق. منتخب المغرب أثبت إنه النهاردة الفوارق الحقيقية بتبان على أرض الملعب، الفوارق الحقيقية تبان في التسعين دقيقة، وقد كان وقدروا إن هم يوصلوا للمباراة أو للدور قبل النهائي. حظهم الحقيقه انه مشوارهم كان الاصعب، يعني لو كان في شويه حظ بس في الفرق اللي واجهتها المغرب في مشوارها لدور الاربعه او دور قبل النهائي، اعتقد ممكن فرصها كانت تبقى افضل. على عكس مثلا منتخب زي منتخب فرنسا، منتخب كبير واه بشوفه الحقيقه يمكن يكون تاني افضل منتخب في البطوله، وكان يستحق الحقيقه، يعني لو بتكلم كوره كان يستحق التتويج. قدم امبارح يعني عرض ولا اروع امام المنتخب الارجنتيني، واعتقد ان الكره الفرنسيه حتى بعد رحيل الجيل الكبير او الجيل الحالي، اعتقد النجوم اللي ظهرت في الملعب امبارح بتقول ان مستقبل الكره الفرنسيه مطمئن جدا الى حد كبير. السؤال هنا، احنا هنراهن على تاهل منتخب مصر ل 2026 ولا منتظرين نشوف مشوار زي المشوار اللي عمله المنتخب المغربي؟ واعتقد ان مصر بامكانياتها ومواهبها جديره الحقيقه انها تكون وسط الكبار دايما في المونديال.